انضم الينا الان الكاتب والمحلل السياسي بالحسن اليحيوي من تونس اهلا بك سيد بالحسن يعني كيف يمكن بمنتهى البساطه و يعني بشكل مباشر كيف يمكن نفي هذه التهمه عن كل ما هو اسلامي تهمه الارهاب مع تكرار هذه الحوادث ودائما يكون مرتكبها ذو اصول عربيه اسلاميه نعم إذا ذهبنا إلى تبسيط المسألة على أن هذا العمل هو تعبير أو هو تعبير عن عقيدة أي كائن يعني سواء تحدثنا عن مسلم او غير مسلم فهو عمليه تبسيط للمساله يعني لا يمكن ان نؤمن او نقتنع بان ذبح شخص هنا وطعن شخص هناك يعني اشخاص ابرياء لا علاقه لهم بما يحدث من حكوماتهم او لا علاقه لهم بما تصدره بعض الجهاد هو انتصار لقيم الاسلام او انتصار للرسول الاكرم المساله ليست لها علاقه الرسول الاكرم كان في وصاياه وفي حاله الحروب يأمر بأن لا يقطعوا شجرة الآن عملية إزهاق الأرواح وعملية الطعن وعملية هؤلاء مجرد أدوات يقع تحريكهم هنا وهناك الذي يمسك بخيوط هذه الأدوات له أهداف أخرى مختلفة تماما عما يبدو أو عما يظهر المسألة ليست لها علاقة قطعا لا بالعقائد ولا بالمعتقدات ولا بالأديان بصفة عامة الآن يجب علينا أن ننظر إلى أعمق من ذلك لماذا الآن وفي يعني هذه الفترة الزمنية بالذات وما يحدث في حوض البحر الأبيض المتوسط يقع هذا التنامي أو حالة التوتر أو حالة النفخ في النار التي التي اليوم نراها ماثلة في فرنسا خاصة في علاقة بالتهجم على الرسول الأكرم وفي علاقة أيضا بردة الفعل. الحقيقة هي أن فرنسا في حاجة إلى خلق رأي عام، وهذا الرأي العام يجب أن يكون مقابلا أو مواجها أو مناقضا أو متهم لجانب ما، متهم للعالم الإسلامي ككل. حتى تمتلك المشروعية الكافية أو تمتلك التبرير الكافي لكي تتحرك خارج الجغرافيا الفرنسية لكي تتحرك في ليبيا لكي تتواجد عسكريا في ليبيا لكي تتواجد عسكريا في إفريقيا ثمة حاجة أكيدة لدى فرنسا أو لدى صانع القرار في فرنسا إلى خلق رأي عام من هذا النوع ولذلك نجد أن خطاب الرئيس الفرنسي يتجه نحو التصعيد ومن السهل ومن السهولة بمكان أن توجد هذه الأدوات التي تقدم للرئيس الفرنسي أو تقدم للرأي العام كل المبررات الكافية ليقوموا بما يحلو لهم <applause> هناك إشكالية قائمة وهذا لا شك فيه تتعلق بالجيل الثاني والجيل الثالث وحتى الجيل الرابع من المهاجرين وكيفية تعامل السلطة الفرنسية مع المهاجرين أو مع الفرنسيين من أصول غير فرنسية وكذلك مع الأفارقة بصورة عامة نعم. ومع المسلمين بصورة عامة نعم هذه الإشكالية موجودة وموجودة منذ سنوات والسلطة الفرنسية تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يتعلق بهذا الوضع هذا أولا ثانيا أمثال هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات الإرهابية منذ سنوات قليلة كانوا بالنسبه لفرنسا هم طالب حريه وهم ثوار في سوريا وفي العراق وفي غير وفي ليبيا ايضا وفي غير هذه البلدان رابعا وهو الاهم اذا كانت السلطات الفرنسيه تسمح لبعض الدويلات او لبعض الكيانات والتي يرتفع نسب استثمارها في فرنسا الى 40 مليار دولار والعالم من حولنا يعلم تماما أن هذه الدويلات أو هذه الكيانات هي التي تقف وراء الإرهاب العالمي في من الطبيعي على يعني مسيرة للمثل القائل أن طباخ السم لابد أن يذوقه من الطبيعي أن تكون هناك ارتدادات على الداخل الفرنسي